الصحبة الصالحة يا شباب، الصحبة الصالحة. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يد الله على الجماعة. الصحبة يا شباب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في مكة في بيته، فإذا بجبريل يأتي ويأخذه معه في أعظم رحلة، هي رحلة الإسراء والمعراج. وما سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إنما هو من الله عز وجل تثبيتا لفؤاده وتسلية لقلبه وتعويضا له على ما قد قاساه في أيام حصار الشعب وفي عام الحزن وفي حدث في رحلة الطائف لغير ذلك من الاضطهادات التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سأل، ومع ذلك انظر إلى أين رفعه ربه عز وجل. طيب، ألم يكن يسع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه في رحلة الهجرة؟ هي من باب أولى، المخاطر محدقة ويقينية، وقد تبعه الناس يريدون قتله. ألم يكن يسعه صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل؟ لكن القلب متوكل على الله أكيد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسطر لنا منهجا، وأنت تسير إلى الله وفي زمن الغربة وزمن الوحدة وزمن الوحشة وزمن الأخطار المحدقة المتخطفة، كاين معها القرآن، كاين معها الصلاة، وكاين معها أبو بكر الصديق، الصحبة الصحبة.